السائل يقول هل يشرع السفر المسافة الطويلة من أجل التعزية فقط؟ لا، غير مشروع أنك تسافر من أجل التعزية إلا إذا كان قريب لك ويحتاجون حضورك. إذا كان قريب لك وهم يحتاجون حضورك لا مانع، أما لمجرد التعزية فقط فلا تسافر من أجلها، تدعو له وأنت في مكانك، وبإمكانك تتصل عليهم بالجوال أو بالتلفون وتعزيهم. نعم.